الفارس والفرس عنصران أساسيان في اللوحات المعروضة ضمن المعرض التشكيلي فن تبوريدا للفنان عياد المهور، يغوص من خلاله الزائر في فنون وتقاليد هذا التراث المغربي الأصيل. ناقصنا شيء يعني الأنشطة الفنية تحبس، يعني واخا كاينة كورونا ولكن اتخذنا إجراءات صارمة. يكفيك الحال ان في الرواق ديالنا ما يمكن يدخلوا الا 5 ديال الاشخاص يعني في وقت واحد، وحتى في الورشات اللي عندنا ديال الفنون يلا 4 الناس اللي كيقدروا يدخلوا الورشه. حنا كل واحد عنده لغه تشكيليه خاصه، كل واحد عنده تقنيه خاصه يشتغل عليها، دونك ما يميزنا هو هذا الاختلاف، وفي نفس الوقت ما يجمعنا هو التيمه اللي اختارينا لهذا الموضوع بهذه المناسبه في هذه الاجراءات الاستثنائيه. هو ثاني معرض للفنان عياد المهور ينظم في زمن الجائحة، يشارك فيه 4 فنانين يعرضون 100 لوحة بين الفن التشكيلي والصورة الفوتوغرافية. أنا في المغرب منذ سنة 2008 وهذه أول مرة أعرض فيها أعمالي. يستهويني تصوير المهرجانات. تو لي فيستيفال. غياب المهرجانات التبوريده بفضل يعني في ظل تواجد الوباء ديال كورونا خلانا اننا نديروا هذا المعرض هذا على اساس ان الناس باش على الاقل يخرجوا من ديك الحاله ديال التخوفات من كورونا، وهذه في ظل اجراءات احترازيه مهمه لان اداره القاعه فارض علينا هذه الامور هذه، واللوحات ديالنا اللي مشاركين بهم هما جاوا في اطار انه نحاولوا ما امكن نخلقوا واحد الفضاء للترفيه على النفس. معرض فن تبوريدا لا يزال مستمرا إلى غاية 13 من الشهر الجاري، يمنح للزوار فسحة بين 2 بعد الزوال والـ8 مساء.